معانا المهندس سمير عدلي في المطار. طبيعي، يعني ما هو ده قدر. طلعنا ولسه اللعيبه ما خدتش حتى الشاور او الحمام بتاعها بعد المباراه. ما هو ده قدر بقى فرقه النادي الاهلي، وقلنا كده انه انت بتشارك في كل البطولات مع المنتخب، عندك عدد كبير من اللعيبه، فطبيعي الماتشات متتاليه وضغط كبير. ولذلك كنا بنقول اللعيبه الاحتياطي او البدلاء هيبقوا مؤثرين جدا في راحه اللعيبه الاساسيين. ايوه باين جدا على علي معلول، باين جدا احيانا على السوليه، باين جدا على حتى محمد عبد المنعم. باين. فلازم اللعيبه اللي هي زي كريم فؤاد، مكسوني، محمود وحيد، حسام حسن، كل دول يبقوا جاهزين عشان يريحوا اللعيبه دي شويه. وكمان هم نفسهم يثبتوا ان هم يعني جديرين ان يلبسوا الفانيلا.